السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. هذا هو المكان اللي شاركت معكم زراعته. زرعت فيه هنايا البامية اللي هي الجناوية. هنا مر عليه تقريبا 3 أسابيع، هنا راه بهذا الشكل، لكن هنا اجتاحه هذيك الصغار نتاع الجرار أو الجنادب، وفيه كذلك الفراشة البيضاء، وفيه هذا اللي نسموه حنا الطبوش اللي هو يشبه للجراد لكنه صغير. هنا راح نستعمل ليه المبيد. هنا مبيد اللي استعملته وهو كاراتشي. راح نحط الصورة نتاعو، هذه هي الصورة كما تظهر الآن. نواصل نرش هاد البامية أو هاد القناوية كلها من الأعلى إلى الأسفل، وأبادو كله نرشه، ونرش الأطراف نتاع أبادو حتى نكمل بهذه الطريقة. أنا كنت نرش فيه، وهذيك الحشرات هذيك ديك الجنادب الصغيرة كانت تتساقط لأنها صغيرة صغيرة جدا، صغيرة تقريبا بحجم البعوضة، بحجم البعوضة لأنها صغيرة جدا، هي اللي تقوم بمص هاد الأوراق نتاع هذه القناوية كما تظهر الآن. فيها أوراق هذه البامية فيها نقط بيضاء. هذيك الجنادب الصغيرة هي من قام بمص هذه الأوراق، يمص هذه الأوراق حتى تصبح بيضاء. نرش، أنا نرش وهو يتساقط كما قلت قبل قليل. المبيد اللي استعملته وهو كاراتشي، والكمية اللي استعملتها أنا دائما لا أتقيد بكمية. الكمية اللي كما يظهر الآن هذيك هي الفراشة البيضاء اللي حتى هي راي فيه. استعملت له كاراتشي، إن ماتت هذه الفراشة البيضاء، إن لم تموت راح نستعمل لها المبيد الخاص بها. نواصل نرشو حتى نكمل. والمبيد اللي يستعمل للفراشة البيضاء كنت نشرت صورته، ويستعمل للمن كذلك، المن الأبيض والأسود وحتى الأخضر. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه كالعادة، والسلام عليكم.